لو احنا كنا زعلنا شوية على منتخبنا شويتين تلاتة أربعة على منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية، بس احنا فرحنا قوي قوي بالتحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية. كل من مثلوا التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية شرفونا ورفعوا راسنا. واحد من هؤلاء الأسماء المميزة جدا، مميز دوما في هذه البطولة وغير هذه البطولة، كابتن الكبير كابتن محمود البنا حكمنا الدولي. يا كابتن محمود مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. حبيبي يا كريم انا اللي سعيد، ودايما بكون سعيد وانا متواجد معاك دايما يا رب. والله رفعت راسنا وكنا فرحانين هنا، زعلانين على منتخبنا وفرحانين ان انتوا في كل مباراه بتشتغلوا فيها سواء على الساحه او على الفار او حكام مساعدين، حاجه فخر وحاجه ترفع الراس، فانا بشكرك مبدئيا يعني. بالعكس انا اللي بشكرك جدا، ودايما كنت داعم لينا حتى قبل البطوله، كان جمعتنا مكالمه يعني طوال انا وانت في نفس البرنامج المحترم ده، وكنت داعم لينا قبل ما نسافر، ودائما انت واقف في ظهرنا، ومن الناس اللي انا يعني بحترمها على المستوى الشخصي يا فندم. شرف ليا، واتمنى ان الجميع يكون في دار التحكيم المصري زيك كده ان شاء الله. قول لي بقى، وده السؤال الاول الابرز، احنا منورين قوي، بننور في كاس الامم الافريقيه كتحكيم، بننور في بطولات عربيه، بننور في بطولات دوليه، في كل حاجه. الحكم المصري دلوقتي ما علوش علامة تعجب واحدة بس ولا علامة استفهام في أي بطولة، والناس تقعد تسأل يقول لك إيه؟ يا عم بس ما هو يجي يحكمه هنا ما بيبقوش بنفس المستوى. هو ما بيبقاش نفس المستوى ولا مش نفس الظروف؟ لا بالعكس، هي مش نفس العين. أيوه أيوه حلوة. هي أو أنا بشوف إن المستوى التحكيم المصري هو جوه زي هو بره، بس أنا الناس هنا بتشوف بره، بتشوفنا بره كممثلين ليها ومتمنين لنا النجاح وبعين محايدة في نفس الوقت. لكن انا بشوف الناس لما بتتفرج في مصر يعني غصب عن اي حد بيكون منتمي يعني فبيشوف بعين شويه يعني مش بنفس الحياديه، لانه بيتمنى انه فريقه هو اللي بيكسب دايما. صحيح. فانا بشوف ان المشكله مش في مستوى الحكم، انا بشوفه في العين اللي انت بتشوفك بيها. صحيح. طيب كابتن محمود، انا عايز اعرف منك انت بقى تحديدا ردود الافعال بقى اثناء البطوله على الحكم المصري، كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيتكلموا ازاي؟ كانوا بيشيدوا بينا ازاي؟ على مستوى في البطوله يعني؟ في البطوله يا فندم. لا في البطوله كان اعتقد ان كل الناس يعني زمايلي اللي كانوا موجودين في الملعب او وكمان احنا كان موجودين في غرفه الفار، بدايه من حتى مباراه الافتتاح اعتقد انه يعني طبعا من مصر كنا ست حكام موجودين في مصر، كنا السته موجودين يعني ما فيش حد عندنا يعني حتى من خارج مصر موجود في مباراه الافتتاح، انه اعتقد ان الكلمه اللي اتقالت انه يعني احنا مش هنقبل باقل من جوده التحكيم اللي تقدمت في البدايه، وانه ان كان معاهم المفتاح وقدروا يفتحوا لنا يعني البطوله بشكل متميز، وصعبوها على باقي الحكام ان هم عشان يأدوا بنفس المستوى بنفس الطريقه اللي كانت فيها بدايه مباراه الافتتاح يعني. صحيح. فده كان شيء بالنسبه لنا جميل جدا، وكان دافع لكل الباقي ان هو يكمل بالمستوى ده يعني على مستوى حتى الحكام المصريين يعني طول البطوله. في كرة اثارت الجدل يا كابتن محمود في هذه البطوله، الكرة الشهيره بتاعت ساديو ماني في مباراه السنغال وكوت ديفوار، واتقال انه الكابتن محمود وهل استبعد بسبب هذه الكرة، وكلام كتير جدا. تعليق حضرتك عليها ايه؟ مش على التحليل الفني يعني اللي حصل يعني. ما هو ما لا هو بص حضرتك، انا عشان اقول اكون صريح معاك، مفيش حاجه اسمها استبعد عشان لعبه او غير لعبه، ان أيوة. بعد دور ال 16 بيتم تخفيض عدد الحكام لاكثر من نص. يعني البطوله فيها 68 حكم، بعد الدور ال 16 بقوا 36 حكم. صحيح. احنا طبيعي ان هو بيتم تخفيض الحكام، وتم تخفيضه من نص بعد دور الثمانيه تاني، والناس مشت فالامور طبيعيه، لكن عشان لعبه بعينها او بغيرها لا. انا كنت متوقع، لان انا اصلا في الاساس مش حكم فار، انا في الاساس انا كنت موجود في البطوله كحكم فار، لكن انا في الاساس مش حكم فار، حكم الفار الاساسي اللي موجود في البطوله هو كابتن عاشور. فكان متوقع انه هيتم تخفيض عدد حكام من مصر او من غير، لان احنا اكثر من سبع حكام، طبيعي ان هو بيتم الناس اللي عندها مباريات، فما عنديش فرصه ان العب مباريات ثانيه، خلاص الامور بتبقى عاديه يعني. فالامور لا هي مرتبطه بلعبه ولا غير لعبه، لان في 36 حكم مشوا بعد دور 16 يعني. ما اعتقدش ان كل واحد مشي عشان حاجه، هو خلاص بيبقى المباريات عددها اقل جدا، بيبقوا باقي 8 مباريات يعني، مش كام و50 مباراه لعبت يعني. اتعودنا اتفضل يا كابتن اتفضل.
ده لا بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، لان اصلا الخبر ده ما ايوه يعني بعت لي وانا هناك، يعني انا ما يعني ما اسعدنيش ومش لذيذ، اولا من اللي تناوله واللي كان مصدر الخبر نفسه، وهو المصدر خبر معروف لينا اصلا للاسف لانه مش حاجه حلوه ان انت تتكلم بالطريقه دي. والله انا مش عارف مين، والله مش عارف مين المصدر، بس انا متوقعه ولو طلع اللي في بالي فكويس قوي ان انت وضحت دلوقتي. لا عشان هو المصدر كان بيدي المصدر لكل الحكام، لكل صعبين بالحكام قبل البطوله واثناء البطوله، فهو مش 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 حاجه جاي، مش حاجه حلوه يعني، مش حاجه لذيذه. بس هو الاهم يا كابتن محمود ان احنا فرحانين ومتشرفين بيكوا، وان احنا والناس العاقله الذكيه عارفه ان انتوا قدمتوا مباريات كبيره ومحترمه جدا، ومفيش حاجه ابدا تعكر صفو اللي حصل دوت، وان احنا عملنا مباريات عظيمه جدا يا كابتن محمود. بالعكس بالعكس بالعكس، وانا خد بقى حضرتك انا متقبل الامور دي، انا مرينا يعني بظروف اصعب واكتر من دي كتير، ودايما يعني بيبقى في تجانب بعض الاحيان من الناس، لكن انا ما يعني كان في ناس بتقول لي ارد على ايه يعني، خلاص انت شايف كده مفيش مشكله يعني، قول اللي انت عايزه بس والموضوع خلص يعني بالنسبه لي يعني. بس التوضيح ده برضو مهم جدا يا كابتن محمود في كل الاحوال. انا احنا بكره خلاص الدوري راجع اهو، العجله هتدور تاني، وعايز اسمع منك والناس. انا قلت لك الكلام ده قبل كده وهكرره تاني، مش كتير حكام ليهم جماهيريه او عليهم اتفاق من جماهير كره القدم المصريه، انت من الحكام دول اللي الناس بتتفق تقريبا الى حد كبير عليك. لو انت تقدر تقول حاجه لجمهور الكوره، تقول للناس اللي بتتابع الكوره، واحنا بادئين الدوري وانا كنت بقول في البدايه النهارده عايزين بقى شويه هدوء خارج الملعب وحماس في ارض الملعب. انا زي ما قلت حضرتك في السؤال اللي انت سالتوني في بدايه الحلقه بدايه المكالمه، ايوه، ان احنا ليه بنجيد بره وبيكون عندنا يعني علامات استفهام كتيره في الدوري المصري. فانا رديت على حضرتك وقلت لك اني اتمنى ان الناس تشوفنا بنفس العين اللي بتشوف بره، فانا برضو نفس الاجابه اتمنى ان الجماهير كلها تشوف الحكام المصريه بنفس العيون دي. انا ما بقولش ان احنا ما عندناش اخطاء، وعلى فكره احنا كان عندنا اخطاء في البطوله الافريقيه، بس يعني يكاد الناس تكون مش شايفاها او مش عايزه تشوفها، يعني هي دي النقطه، ما فيش حكم ما عندوش اخطاء. صحيح. ولما يرجع الدوري هو نفس هيحصل برضو اخطاء، يعني ما بقولش ان مش هيحصل، لا هيحصل، بس نشوفها بنفس العين اللي احنا شفناها في بطوله افريقيا. هتلاقي التحكيم بتاعنا في منطقه كبيره، لان منطقه عاليه جدا، انا بشوف ان التحكيم المصري وان كانت شهادته دي مجروحه، ان ما كانش افضل تحكيم فهو من افضل حكام في افريقيا، موجودين في مصر، موجودين في مصر، موجودين هم الافضل في افريقيا. صحيح. ويعني فهم نفسهم اللي هيجوا يحكموا في الدوري المصري بنفس المستوى وفي مباريات كبيره وصعبه، انا اعتقد مصر من اصعب الدوريات، لكن مش هتوصل لنفس التنافسيه اللي كانت موجوده في بطوله افريقيا اعتقد يعني. صحيح. لكن هم نفس الحكام، وان شاء الله هيكون المستوى كويس اعتقد، يعني الامور هتكون مستوى كويس باذن الله، بالاضافه ان احنا محتاجين زي ما قلت لحضرتك نفس المسانده ونفس الصبر على المجموعه دي، ومش بس المجموعه اللي كانت موجوده في افريقيا، كمان الحكام اللي هم موجودين في الدوري والصاعدين، لان احنا عندنا حكام صاعدين كتير في الدوري المصري وبيأدوا بشكل جميل جدا انا بشوفه السنه دي. صحيح. طيب الفتره الاخيره اتعودنا خلاص الكابتن محمود البنا موجود في مباريات الاهلي والزمالك، المباراه القادمه في كاس مصر، نهائي كاس مصر، البنا هيبقى موجود برضه؟ لا والله ما عنديش فكره ما اعرفش والله، لان يعني لسه ان المباراه متحدده النهارده تقريبا بصفه رسميه يعني. لكن يعني ما عنديش معلومه طبعا. الحكم المصري عشان بقى فضل يطلع اصوات شويه الفتره الاخيره، انه هو بيريرا خلاص اكد ان حكم مصر هيدير هذه، او طاقم تحكيم مصر هيدير هذه المباراه، بس رجعت اصوات تاني للاسف يقول لك طب ليه مش طاقم تحكيم اجنبي المباراه اللي جايه، المباراه اللي جايه صعبه في نهائي كاس مصر، والاهلي هيطلب الزمالك هيطلب كلام يعني. انت ايه رايك في الكلام ده لما بيتقال رغم المستوى المميز اللي قدمته انت وزملائك في المباريات الماضيه قدام في مباريات الاهلي والزمالك؟ طب هو مش ليه حكم مصري؟ هي مش مباراه مصريه دي. أيوه. نقطه. النقطه الثانيه احنا اخر مباراه محكمها طاقم مصري الاهلي وزمالك، اخر مباراه نهائي كاس مصر برضو كانت مباراه مهمه، الاهلي وبيراميدز حكمها طاقم مصري، اخر بطولتين سوبر حكمهم حكم مصري، الاهلي وبيراميدز، والاهلي وفيوتشر حكم مصري. اعتقد ان هي المباريات كلها نجحت، ودي مباريات بالاضافه
انت جاي من 7 حكام موجودين في بطوله، اكبر بطوله قاريه موجوده وبنجاح كبير، طب ليه ما بتكونش حكم مصري؟ يعني عندك كل المبررات بتقول كده، بالاضافه ان انت لسه اصلا ناهي كل النهائيات بحكام مصريين، ليه هيكون العكس؟ بس صح، عندك حق. كابتن الكبير كابتن محمود البنا الحكم الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، بشكرك كمان على المستوى اللي قدمته انت وكل زمايلك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، شرفتونا.